الله الفتاح العليم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. حبيباتي، اليوم بإذن الله حنحضروا مع بعض وصفة تاع شاورما منزلية تجي بزاف بنينة، من أروع وألذ وأبن ما يكون. رفقتها بصلصة التومية تجي بزاف بنينة، درتها بذوقين أكثر من رائعة صراحة، كما يقولوا السورة بتجنن. إذن حبيباتي قعدوا معايا وتشوفوا طريقة تحضير هذه الوصفة تاعنا الأكثر من رائعة لنهار اليوم بدون إطالة. يلا نبدأ على بركة الله في طريقة تحضير خبز التورتيلا أو خبز الشاورما. نبدأ بسم الله. في غيسيبيون درت 500 غرام فرينة، نضيف عليه ملعقة متوسطة من الملح يعني حسب الذوق والرغبة. بالنسبة هنايا نضيف الزيت النباتي ويل تورنسول، درت 3 ملاعق أكل، ونجمع الخليط ولا نخلط جيدا هاد لو ميلونج حتى يتجانسو. وهنا كنت وجدت الحليب الدافي باش نلم به هاد لو ميلونج حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة. هنا لازم تضيفوا على دفعات، يعني ما تديروش الحليب مرة واحدة. فوالا، هنا الحليب يكون دافي ليتياد. هنا لازم نستعملوا الحليب باش الخبز تاعنا يقعد طري لأيام. سينو لو كان تقدروا ديروا الماء، ماشي ما تقدروش ديروا، مي الخبز تاعكم حيبس بعد يومين هكذاك، سي بون يولي شغل يابس. سايو شغل ما تقدروش تطويوه ولا تستعملوه. فهلا دوك هنا شوفوا هنا حبيباتي، سي بون راني لميت العجينه هنايا، ما نزيدش كامل الحليب. دوكا واش ندير للعجينه تاعي؟ نروح نحطها سيغ لو بلون دو طرافاي فوق طاوله العمل، ونبداو بسم الله نعجنوها. مده العجن هنا حتكون من 3 الى 5 دقائق، اون 3 و 5 مينوت. هنا لازم نعجنوها، اذا عندكم بيتران يعني سي انكور ميو، حطوها في لو بيتران يعجنها هكذاك 3 دقائق سي بون. فوالا، الوغ دوك تشوفوا القوام اللي حنتحصل عليه، يعني ما راش راح يتغير بزاف. سر نجاح ايضا خبز التورتيلا هي انه العجينه لازم تخلوها ترتاح على الاقل ساعتين. فوالا دوك هنايا نخليها جوست انا سور لو بلون دو طرافاي، نغطيها ونجو ليها فيما بعد ما نوجد كامل لي زانغريديون تاعي. هنا نروحو نديرو الخطوه الثانيه اللي هي لي سكالوب او بلون دو بولي. قطعتو في ترونش فينا وشرائح رقيقه، ضفت عليه الملح، كميه من الطماطم المصبره. هنا درت توابل الشاورما، وايضا درت توابل الدجاج، درت القزبر، الكركم، الكمون، الزنجبيل والفلفل الاسود، وحتى ايضا درت الفلفل الاحمر. بون تحبوا ديروا حلو او حار، لكم الاختيار. بالنسبه للتوابل تقدروا تضيفوا توابل اخرى تاني. كان عندي ايضا شويه هيل مطحون، الهيل المطحون ضيفوه ايضا. وهنا درت ملعقه اكل تاع الثوم مرحيه او مسكرفجه. هنا بالنسبه للزيت ندير كميه قليله برك، فقط باش يعطيني بتيت صوص كي نطيبو. فوالا، نخلط جيدا هاد المكونات ونديرو في التلاجة باش يتشرب مليح هاد لا ماريناد وهاد التتبيلة. كون تقدروا تزيدوا له ياغورت ناتور، انا ما كانش عندي الياغورت الطبيعي، ما كانش متوفر عندي. فوالا، ونديرو في التلاجة. دوك هنا حبيباتي نروحو للخطوة الاخرى. هنا حبيباتي حنحضروا صوص التومية، صلصة التومية. فوالا، في كسرونه درت فنجال تاع اتاي الاول تاع الماء دافي، زدت الفنجال الثاني، وهنايا ضفت ايضا فنجال تاع لا مايزينا او النشا. فوالا، على نار قليله نخلطهم جيدا حتى نتحصل على عجينه. فوالا دوك تشوفوا القوام تاعها معايا، يعني هادي هكذا فوق النار حتوجد في ظرف دقيقتين هكذاك ولا ميم با بوتيتر. فوالا، شوفوا القوام اللي تحصلت عليه. فوالا دوك هنا حبيباتي دوك نطفي عليها النار ونحيها، ونروحو نكملوا الخطوه تاع تحضيرها. هنا في لو بغا ميكسور درت نص فنجال تاع الماء، ايضا يكون دافي. نضيف عليه سنينات تاع الثوم، ديروا كميه مليحه على كل حال، ونضيف ايضا الملح.
فوالا ونخلط جميع هذا الخليط، خلطوا هكذا بلو بغاميكسور، واذا عندكم بلندر استعملوه، مي لازم تستعملوا يا لو بغا ولا لو بلندر. فوالا نخلط جيدا هاد المكونات ايضا. فوالا دوك هنا حبيباتي هاد لو ميلونج حنضيف له هذيك لا مايزينا اللي حضرناها دوكا. فوالا مازال هكذاك سخونه، نضيفها عادي جدا. فوالا نحيها كامل من لا ماغيس، نحي كاع داك الزايد. هنايا عندي فنجال تاع زيت نباتي ويل تورنوسول، نبدا نضيف بكميات قليله على دفعتكم سير انا نطلعوا في لا مايونيز. هنا نخلطوا ونضيفوا الزيت بكميات قليله. تفاصون نتوما القوام اللي تحبوه، تحبوها ثقيله زيدوا الزيت، تحبوها خفيفه ديروا جوست نص فنجال. كيما انايا هنايا استعملت نص فنجال تاع اتاي تاع الزيت النباتي. فوالا سي بون. تفاصون هنا حتوقف وما نزيدش كامل الزيت. كيما تعرفوا كون فيها لا مايزينا سما دوكي نخلوها ترتاح في الثلاجه حتزيد تعقد. فوالا راكو تشوفوا القوام تاعها. انا هنا دوكا سي بون، دوك هاد لو ميلونج انا حنقسمو على اثنين. دوك تشوفوا المكونات اللي حنضيفهم للنص الثاني ولا اروع، بالكم تعطيها واحد لوغو هايله. هنا حبيت نوريكم بلي استعملت فقط نصف فنجال تاع اتاي. فوالا هنا حبيت نوريكم ايضا القوام ولا لا تيكستور. هنا نفرغ كيما قلت لكم نصف الكميه، والنصف تاعي تاني باردون نخليه جوست في هاد الطاس بغا ميكسور. نضيف له كميه من المعدنوس، ملعقه اكل تاع جبن الطلي، ونضيف ايضا نصف فنجال تاع الزيت هذاك اللي قعد لي، ونزيد نضيف ايضا ربع كاس تاع الماء، ونخلط كلش بلو بغا ميكسور. صدقوني هاد لاصوص بزاف بنينه، واحد البنه اللي فيها ولا اروع. تقدروا تستعملوها في المشاوي، في المقليات، في الدجاج محمر، اللحم مشوي، لي بروشيت، فرانشمون تجي بزاف بنينه. فوالا سي بون، لاصوص تاعي راهي واجده، ولا لي دو صوص تاعنا لي نهار اليوم راهم واجدين. دوك هنا حبيباتي جينا للعجينه. فوالا دوك هنايا حنقسمها، بيان سور لازم نستعملوا لا فارين، هادي حاجه باينه. بون نتوما قسموها كيما تحبوا، يعني عينكم ميزانكم، على حسب الخبزات تحبوهم كبار صغار متوسطين كيما حبيتو. فوالا دوك نشكلهم الى كريات. تفاصيل نزيد نعاود نقسمهم تعطيني اكثر من هاد القطع اللي شفتوها دركا. دوك تشوفوا معايا بعد ما نكورهم كامل، وجست نكورهم كامل نبدا نخدم فيهم، يعني ما نخليهمش يزيدوا يريحوا. هذه هي الكميه. دوكا نروحوا نبداو بسم الله نفتحوا الخبز تاعنا. دائما نستعملوا لافارين في هذه الوصفه، يعني نفتحوا العجينه تاعنا رقيقه جدا، لازم نفتحوها رقيقه باش الخبز تاعنا يجي خفيف، لانه لو كان نحلوها شويه خشينه يطيب الخبز عادي، يجي ناجح ماشي ما يجيش ناجح، بصح يجي شغل معجن ما تستبنوش. اذا لازم تحلوها رقيقه العجينه ديالكم، يعني ابوبخي راهي تبان لكم في الفيديو، الشرح راه واضح جدا صوتا وصوره. حابه نعطيكم اون استوس باش تشوفوا الخبزه كيفاش تجي مدوره ويجو كامل بشكل واحد. خديت هاد لي بلاطو تاع لي لاير كيك، نتوما تاخذوا طبسيس نيوا اغطى واش حبيتو. فوالا وقطعت هكذا دوك الجوانب اللي نحيتهم، نعاود نخدمهم عادي جدا، نعاود نلمهم ونعاود نفتح بهم خبزه واحده اخرى. فوالا دوك نروحو نطيبوا الخبز ديالنا. دوك تشوفوا الكميه. فوالا هادو هما الخبزه تاعي بعد ما كملت فتحتهم. نروحو نبداو بسم الله ونطيبوا فوق الطاجين ديالنا، كنا شعلنا عليه مسبقا. هنا بسم الله الطاجين تاعي هنا على نار قليله كان سخون، وحطيت فيه الخبزات تاعنا اللي فتحناهم مع بعض. هنا شوفوا نحسبوا حتى العشرة ولا الخمسطاش ونقلبوا. هنا وريت لكم لو ساشي ولا الكيس اللي حنحطوا فيه الخبز تاعنا جوست ما نحوه من الطاجين، لازم نحطوه في اي كيس عندكم، المهم يكون كيس نظيف نقي بروبر. انا استعملت كيس الخاص بالخبز فوالا، لانه هاد السخانه ديالو هي اللي حتطري الخبز ديالنا.
فعلا نقعد وهكذا نقلب حتى وين يطيب. انا هنا شغل ما ما يهمنيش يتنفخ ولا ما يتنفخش، المهم انه الخبز تاعي شوفوا ديجا كي دار هاد لي بول صافي دي راه ناجح. فوالا. وبالنسبه لمده الاحتفاظ بالخبز ولا طريقه الاحتفاظ به، تخلوه في هذاك الكيس الخاص بالخبز، سواء تخبوه في التلاجة يقعد لكم 10 ايام هكذاك 12 يوم، سواء تحبوا تخلوه هكذاك ايضا في الكيس الخاص بالخبز لكن ديروه في الفريغو. فوالا هذه هي. بالنسبه كي يكون في الفريغو في المجمد يقعد حوالي 3 اشهر هكذاك. فوالا هذا خبز صحي بدون مواد حافظه ايتو على بالنا كامل المكونات اللي فيه. هنا سيبو الخبز تاعي راه واجد وطيبناهم مع بعض، دوك نروحوا للخطوه التاليه. فوالا اذا بقاو معايا وما تبعدوش. بسم الله، خديت مقلاة درت فيها كمية من المارغرين أو الزبدة ونحط فيها هذاك الدجاج اللي تبلناه مع بعض لو بولي ماريني. فوالا هنا تكون النار متوسطة ما تكونش قليلة، ولازم المقلاة هنا تكون سخونة كيما راكو تشوفوا، وندير فيها لو بولي ماريني اللي خدمناه مع بعض. فوالا أنا خليته في الثلاجة حوالي 3 ساعات، ثم تقدروا تخلوه ليلة كاملة عادي جدا، كونتخير يجي بنين خير وخير. هنا نقعد نخلط هكذايا وميم طون نقلب فيه باش ياخد تحميرة ويطيب من جميع الجوانب. صراحة هاد الشاورما جاتني بزاف بنينة فرانشمون، هكذا خير من اللي نشروها برايتو دو بريفيرونس نطيبوها خير في الدار. هنا سي بون البولي تاعي راه واجد، دوكا نحيه فلاسياد باش نكمل الوصفه تاعي ونحضر في هاد لاصوص هاديه ولا في نفس المقله حنحضر المكونات الاخرى. بالنسبه للخضر اللي حنحضرها انايا هي ماشي شرط انكم تحضروها، تقدروا تستغناو عليها لكن تعطي بنه هايله بالبزاف للشاورما تاعنا، اللي من بينها البصل. البصل لي زونيون قطعتهم طرونشو فين الوغ الى شرائح رقيقه كيما راكو تشوفوا وطوليه ايضا. هنايا واش كيف كيف على نار متوسطه درتو، انا هنا حبيت يدبل شويه ويتحمر لي وياخذ البنه تاع لا مارينات تاع البولي اللي خدمناها اونصومبل. الوغ دوكا سي بون نحي هو ونحط في بلاستو، عندي تاني دي ترونش تاع الفلفل الاحمر والخضر. فوالا كيف كيف نفس الشيء، شغل حنشويهم في هاد المقله ويدبالوا شويه ما يطيبوش فريمون، مي يعطوا واحد البنه في الساندويتش تاعنا صراحه، صدقوني غتجربوها باذن الله ما تندموش. فوالا سي بون حتى الفلفل تاعي راه واجد، دوكا نحيه ونروحوا مع بعض نوجدوا لي ساندويتش تاعنا. نا حبيباتي حابه نوريكم الخبز كيفاش جا، شوفوا كيف ما نكرفصو ايتو قاعد هو هو. الو انا حبيباتي نبداو على بركه الله. اول حاجه اللي حنديروها لي صوص تاعنا، اولا درت لاصوص هذيك تاع الثوم وحدها، ومن بعد هنا ضفت عليها هذيك لاصوص اللي ضفت لها المعتنوس الفرماج ايتو. فوالا خلطتهم هكذا، تحبوا ديروا هريسه ولا مي سينو نديرو هادو يكفوكم. ولي اذا عندكم صوص الجيريان ولا تاني تجيب بنينه. هنا كنت حضرت دي فريت بيان سور، ما كاين ساندويتش سون فريت، يعني انا ما نشوفش بلي نقدر ناكل ان ساندويتش بلا ما ندير دي فريت. ديروا كميه معتبره مليحه على حسب واش تحبوا. هنا درت هذاك البصل اللي دبلناه كيف كيف، دوك هنايا نزيد هذاك الفلفل الاحمر والاخضر، وهنا ينزيد البولي ماريني. فوالا ديرو تاني كميه لاباس بها. فوالا ونغلق الساندويتش تاعي ونخليه جانبا باش نروحو نخدمو الساندويتش تاعنا الدوزيام. يعني نفس الشيء واش درت في الساندويتش الاول اللي حندير في الثاني. فوالا هنايا ايضا ما نسحقوش كامل بانينوز، جوست حنديروهم في المقله، ودوك تشوفوا الحاجه اللي حنضيفها ولا المكون اللي حنضيفو لهاد الساندويتش هي اللي حتعطي له بنه خاصه ويجي بزاف بنين على غير العاده.
صراحة راني ندير في المونتاج تاع هذا الفيديو وراني متشهية نزيد ناكل هذا الساندويتش، واللي شاهدها نقول لها حبيبتي شهيتك في الجنة ونعيمها. فوالا، وهنا نزيد ندير كامل البولي اللي قاعد لي، لاني في هذه الوصفة حضرت دو ساندويتش برك. منتوما يعني هذه الكمية تقدر تعطيكم اكثر من 2 ساندويتش، تقدر تعطي حتى 4 ساندويتش نورمال. فوالا، وهنا يا حبيباتي نروحوا للمقله ديالنا. شوفوا واش ندير، ناخذ هذيك لاصوص تاع اللي قعدت من البولي، نحطها الاولى في المقله ونجيب ساندويتش تاع شاورما. فوالا، هنا النار تاني تكون شويه قويه ولا متوسطه، المهم نتوما لازم تتحكموا في النار تاعكم باش ما يتحرقش لو ساندويتش ديالكم، راكم تعرفوا الزيت لي زيبيس والنار. وهنا نزيد هذه الثاني لاصوص، نزيد نديرها من الفوق باش كي نحمروا من التحت كي نقلبوا لا ميم شو سما هذا لو ساندويتش يجي بزاف بنين. فوالا، ومن بعد هذيك نروحوا نشوفوا مع بعض دوكا الساندويتش تاعنا ولا الشاورما تاعنا فوق طاولات التقديم. اذا حبيباتي بقاو معايا وما تبعدوش. حبيباتي شوفوا الشاورما تاعي بعد ما طابت وقطعتها، صراحة جت من أروع وأبن وألذ ما يكون ساندويتش ولا أروع، بزاف بنينة سيغتو بهاد لاصوص تاع التومية. أو واش نقولكم، قنبلة مطبخية. فوالا، إذا حبيباتي نتمنى إن شاء الله وصفتي لنهار اليوم نالت إعجابكم ورضاكم. مبقى لي غير نقولكم ما تنسونيش بجام كومنتار أو تعليق، واللي زارتني أول مرة مرحبا بيك حبيبتي في قناة بيبا بيباتو، اضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. اذا خليكم رابط حسابي على الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك وحتى مجموعتي على الفيسبوك في صندوق الوصف او في لابارت ديسكريبسيون، ضغطوا على العنوان تاع هذه الوصفه يخرج لكم كامل الروابط التوعي على مواقع التواصل الاجتماعي. لحقنا نهايه الفيديو تاعنا ونهايه الوصفه تاعنا، بقى لي غير نقولكم تهلاو في صحتكم رواحتكم والديكم وليداتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. ما تنسونيش من صالح الدعاء في هذه الايام المباركه. اذا دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.